ترتيب الدوري العام بعد انتهاء الجولة السابعة. يلا. الأهلي ما زال في المقدمة 18 نقطة من 6 مباريات، بيراميدز 16 نقطة من 6 مباريات، إذا بيراميدز بقوة ينافس حتى اللحظة. الزمالك من 7 مباريات المركز الثالث 16 نقطة أيضا، المصري 13 نقطة في المركز الرابع، البنك الأهلي 11 نقطة في المركز الخامس، غزل المحلة 10 نقاط في المركز السادس، سموحة 9 نقاط في المركز السابع من 6 مباريات، سيراميكا كيلوباترا 9 نقاط من 7 مباريات أيضا ثامن، فاركو 9 نقاط في المركز التاسع، الاتحاد السكندري 9 نقاط أيضا في المركز العاشر، إمبي 8 نقاط في المركز الحداشر، الجونة 8 نقاط في المركز الاتناشر، فيوتشر 7 نقاط في المركز التلاتاشر، مصر المقاصة 6 نقاط في المركز الأربعتاشر، المقاولون العرب 5 نقاط في المركز الخمستاشر، ثم طلاع الجيش 5 نقاط في المركز الستاشر، الإسماعيلي نقطتين في المركز السبعتاشر من 7 مباريات، يعني الإسماعيلي أخذ نقطتين من 21 نقطة، لم يفز، تعادل مبارتين وخسر 5 مباريات. مدال الوقت طويل ومدال في العمر بقية طويلة، ولكن لابد من الحسم ولابد من صفقات في يناير، ملهاش حل تاني يحيى بكومي، ملهاش حل تاني. أخيرا إيسترن كامباني في المركز الأخير بنقطة وحيدة. نروح لمباريات الجولة الثامنة الأسبوع القادم الجمعة 24 ديسمبر، سيراميكا أمام المقاولون العرب، إيسترن كامباني أمام فاركو، المصري أمام الاتحاد السكندري، الزمالك أمام غزل المحلة، إم بي أمام مصر المقاصة، طلاع الجيش أمام الجونة، البنك الأهلي أمام سموحة، الإسماعيلي أمام فيوتشر، والأهلي كل دول يوم، يعني أنا قلت الجمعة وقلت السبت الزمالك وأيضا إمبي وأيضا الطلائع، يوم الأربع البنك الأهلي وسموحة والإسماعيلي وفيوتشر، ويوم الخميس إن شاء الله زي بعد بكرة هيبقى الأهلي أمام بيراميدز.